أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي، مشددا على أن مصر لم ولن تنفصل عن مصالح أشقائها في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس برلمان عموم إفريقيا تشيف شرامبيرا، حيث استعرض رئيس مجلس النواب أوجه التعاون الثنائي بين المجلس وبرلمان عموم إفريقيا، وذلك لتعزيز العمل الإفريقي المشترك. من جانبه ثمن رئيس برلمان عموم إفريقيا الدور المصري الرائد في إفريقيا في ضوء قوة وأهمية مصر على الساحة الإفريقية. Thank you for hosting. Hope you like Egypt. Egypt is a very nice.